سمير الليل مع مصطفى الهردا. المرض كيدخل شي واحد وكيبني حكم قيمة على شي واحد مع انه ما قدرش يستوعب مزيان يسمع ليه. ما تنقدرش نقول لشي واحد اللي قلت لي راه شنو اللي كنشوف ولا سميتو. بل قلوبكم. اول تواصل عندنا في هذه الحلقه هو رقيه من بواحي الحوز. لا رقيه، مرحبا بك لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. مصطفى كيدير شويه لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الرقيه خويا شنو نقول لك، انا راه تربطت بزاف باش نتصل بكم حيت هاد القصه اللي غادي نحكي راه دابا راه تقريبا انا في عمر 52 عام. نعم اختي رقيه. وما كيعرف حتى حد. ياك. حيت هاد القصه طرات ليا صغيره، انايا ديك الساعه صغيره بزاف. نعم. كانوا وضعوا لي الوالدين ديالي وبقيت عايشه مع العم ديالي. منين بغيتي تبداي نقصتك وبشويه عليك، حنا غناخذ وقتنا الكافي معك. الله رقيه. حيت الشيء دا زعيم مده طويله وشي حاجه اللي مؤلمه، ومهم تسمحوا لي المشاهدين انا كنعتبرك بحال الاخ ديالي وتلمشي. حنا كلنا مستمعين كنسمعوك بقلوبنا قبل ما نكونوا وانا كنسمعكم، انا كنسمع البرنامج بزاف هذاك الشيء باش يعني سمعت قلت حتى انا نتكلم واخا امه غير خوي قلبي، حيت انا ما عنديش شي حد، ما عندي لا خو لا خوت لا حتى شي حاجه، ما عنديش شي حد اللي عندي نخوي على قلبي ولا. مرحبا بك. حتى واخا عرفت ناس وكبرت وتعرفت على ناس وعندي وليدات، ولكن حتى ولادي ما تيعرفوش هذا الشيء اللي انا. نعم اختي رقيه. الحمد لله على كل حال. المهم واخا بدات القصه ديالي ملي كنت صغيره، انا كان عندي والديا وكنت انا احنا جوج الخواتات. كانت الاخت ديالي اللي كبر مني فايتاني بعامين وانا. المهم اللي وصلت لذاك السن ديال 7 سنين 8 سنين مات الوالد ديالي هو الاول. شويه وصلت لهذيك 10 سنين ماتت الام ديالي. اللي ماتت الام ديالي صافي خدنا العم ديالي بقينا عايشين معاه. الاخت ديالي صيفطت للدار البيضاء باش تخدم. دير الميناج وداك الشيء، من تما كان ما عرفاش الاخت ديالي دابا فين. وبقيت انا عايشه معاهم تما، يخدمني هذا ويعاود يخدمني هذا ويسرحني هذا صيفطني هذا المحطه ويجيبني هذا عارف الجبال والخدمه ديال الباديه يصيفطك هذا بحال شي حد اللي ما عندوش هما اللي يسولوا فيه. بقيت هكاك حتى وصلت ل 11 عام. ملي وصلت ل 11 عام جا واحد السيد تيخطب من عند عمي باش يزوجوني ليه. هذاك السيد تقريبا كانت عنده ديك الساعه 62 عام، راجل كبير. راجل كبير مع دريه عندها 11 عام، مع طفل عندها 11 عام. اعطاني بلا تردد، ما كاين علاش غيتردد. ملي عطاني لي خو انا ما عرفتش راسي فين غاديه ولا شنو هو زواج ولا هذاك الراجل شكون هو ولا فاش بغى يدي جا وانت نشوف الناس. انا فرحانه اللي كنشوف الناس جا ودايرين بحال الحفله ودايرين بحال العشاء وكاينين الناس وهذا الحيط كان من الاعياد. كتعقلي على 11 عام من حياتك ديك الساعات قبل ما سبحان الله كتخودني على بنادم من غير الله سبحانه وتعالى. ما طرقوا الوالدين كتخوى عليك الدنيا صافي. كاع اللي غيدير فيك شي حاجه غيديرها فيك، يا ما كنتيش كبير كنتي صغير، كاع اللي غيدار فيك اللي ما عمر تتصور على البال. حيت انت يتيم ما كاينش اللي يسول فيك وما كاينش اللي يرحمك، ما كاينش اللي يرحم شي يتيم. هما دابا كنلقاهم انا تيبقاو فيا، تنزل من الطوموبيل ونشد الدري ونحوز، تلقى واحد الوليد مسكين كاع حالته كاع مقطع ولا في الخيريه ولا تيقول ليه ولا الخيريه، على هو اختار يكون ولا الخيريه؟ ما اختارش يكون ولا الخيريه، ما اختارش هذاك المصير. الخيريه في الاصل هي راه واحد المؤسسه ديال التكافل اللي خصنا كلنا نكونوا مساهمين فيها كاملين. وي ولكن الناس الرؤيه تاعت الناس السي مصطفى، الرؤيه تاعت الناس ما تيرحموش، وحنا كون لقينا غير خيريه كون عشنا فيها غير ما نتشتيش ناخذ، غير الدوله الخيريه وحطونا فيها. هداوش ماشي تخرجي بالبرد عريانه واحد قدامك هاد سبسيه. اه
ونهار خلونا كنت دم الخيريه كان احم من هاد الشتات واحم من داك الارهاب اللي عشنا. شحال منهم؟ كيما كان الحال ما كان بالعكس. شحال منهم؟ جوج خوت عاشوا ولا جوج خواتات عاشوا في مؤسسه خيريه تكبروا وبقات العلاقه بيناتهم؟ يا ريت يا ريت باغي عاد تفك منا كون هاد كون هدر هاد الحد كون دانا لشي خيريه وخلانا فيها نبقى انا واختي ما الخيريه غيقطعونا الخيريه ما غيوصلونا ما تحلى ناكل ونجلسوا سيدي الله ما دار بعدا على الاقل غتكون اخف ضرر من هادشي اللي وقع اخف واخف واخف على اختي ديك الدار ديال الدعاره اللي كان فيهم شنو علاقه عندهم الخيريه كون عشت فيها مؤسف من يد ليد من يد ليد من يد ليد ومسكين دابا راه دابا تدير جوج حصات في السيمانه ديال ديالي دياليزا ونعلوك يا خويا وكي كدير هاد الحصات هادو واش غادي دير تدير حصات وصافي اش غادي دير دابا انا راه جالسه معاها تنصيب لي وريقات نديها معايا وهاد القضيه زعما ممكنه ايه ممكنه مرأة عندها 54 عام اه نديها معايا لا نديها معايا وفين انت دابا معاها هانيت في هذا ولا جبتيها للدار للحوز ولا شنو درتي؟ لا لا ماشي في الحوز دابا انا في الرباط ماشي في الحوز اه في الرباط اه جبتيها معاك؟ اه جبتها معايا للرباط الله الله والحوز دابا راه تمشي غير تمشي غير للروضة هي غادي فيه غير الروضة اللي فيه اه حوز غادي في الروضة كان تمشي ديك الساعه باقي الله في الاوج ديال الاسباب وداك الشيء تجي وتمشي تبقى الروضه وتلصق لي عند الخبار ديك الوقيته وتيجي تيقول لك واه بنت خويا ما كتهلاي فيا ما كتسولي فيا ما كتهلاي فيا شويه ماديا ماتت اه ودي زعما راه مشيت لفرنسا وراني عايشه في فرنسا زعما راني هذا عمك اه كنتي ورا بصح لي تخسيت هلافك راه بصح تفكر غير داك الباب اللي تنتنا طرف تاع الخبز وما خاصك خير عني يكون عيك انت مخصوص وما خاصو خير سي فطر بخيرو بخبيرو هذا هو اللي كان زعما ما عندوش وكان لاباس عليه وعنده الاراضي شويه والفلاحه وكذا وهذا مالو دابا ما بقاش عنده ولا شنو؟ اه ما بقاش كنسول فيه دابا تا هو راه عمى وكبا وصحه مشات ليه داوم لله سي فطر ومعاه شي حد راه ما ولادو راه ما عنده ولادو تا هو عنده بنات وعنده ولادو عنده بنات وعنده عنده عيالات وحيت ديك المنطقه ديما خص يكون جوج عيالات ثلاثه عندهم عندهم التعدد ويتزوجوا البنات صغارات شي عادي ماشي مشكل فيه ولكن انا ما كنسولش فيه ما عنديش به من ديك الوقيته انا قلت عمي انا ما نسمحلكش انا ما نسمحلك ولا غفران تلعب الحق سبحانه لا كرفت علينا بزاف الله الله كرفت علينا حنا وحنا بنات خوك الله الله راه با دابا قلت ليه با دابا غادي يكون في القبر مهوس من هاد العجب اللي دوزتي عليا الله الله داك الغوت اللي تنغوت داك الغوت اللي تنغوت انا كنت نسمع بابا تنقول غادي تسمع غادي والديا غادي يكونوا سمعوه في اعتقادا منك ان والديك غادي يسمعوه غادي يسمعوني غادي يسمعوني ولاني تنقول حاسي يجيب لي الله تنقول له بدا هاد الغوت اللي تنغوت وهاد الالم اللي تنتالم وما كاينش اللي ما كاينش اللي يعتقني ولا يقول عليا ولا بني نحس بالظلم فهمتش نقول لي عمي راه ما قديش على راجل كبير ولا ما دير ليش هكا ولا هذاك الشيء ما عندوش غرض به كاينش من تقول ديك الهضره الله وبكثرة ما تيضل ما تيبات مصلبني وقفه في كرباته على سميتو بغيتها عريانه واش من حوايج راه والو غير شي شريويطا وسريويل وشريويطا في حوايج وهذوك ولا هذوك وتحيدي وتباتي فوق فوق الكربه ملي تتعيا تتعيا تنعيا بالوقفه تنعيا بحال هكا كنعوج نطيح هكا ويولي وقفي تيكمي ويكملوا داك الشيء اللي تيكمي وداك التقطع ديالهم وهذا ويمشي لاخر هذا كيتفرج فيا والاخر يتفرج فيا هذا كيمشي في حاله هذا الاخر ملي مرة شداتني السخانه وديك السخانه واش ما كانش نعي لي كان جابني صافي قال لي ما بغيتش قال لي صافي الزواج جا عندو قال لي دي بنت خوك ما كانتش بغيتها حيت ما كاين لا شي جواج هذاك الشيء ديال ما كاينش شي كاغيط ولا شي حاجه ولا هذاك الشيء غير بيناتهم اللي تباع وتشرى صافي ديها ديها عندك راه صافي تيجيو تيديروا العشاء وهكا كياكلوا وشربوا صافي وي قول لي ديها اللي عطاه فكره رباح صافي خلصك ب 7000 رباح خلصك ب 8000 رباح باش ما خلصك رباح فيك صافي وجرك يدير بك اللي يبغى
اختي مسكين عطاها قبل مني يا اختي. اه اختي اللي كدا هي الاولى عاد انا. حتى عطات اختي هي الاولى كما قلت لك، عطات اختي هي الاولى وبقيت انا. اي شي اللي قلتي لي هي. وبقيت انا. قالت لي اختي راه باني هذاك هذا دوز عليا وهذا دوز عليا وهذا دوز عليا. قرا مسكينه. الله داز عليا مسكينه داكشي اللي داز عليا. تعاود لي مسكينه وكتقول لي يا اختي مابقاوش يبغوا يصيحوا لي الدموع، وفعلا ما كيصيحوش لي الدموع. قالت لي واش انا تيصيحوا لي الدموع واش انا حيت عنيت؟ قلت لها اختي راه غير الدموع تينشفوا لبنادم وصافي. قالت لي انا حيت ياك ما حيت وليت ما تنشوفش مشاو لي الدموع. ما عندها حتى شي علاقه. قلت لي الله غير لسميتو ماشي عندهاش علاقه بهذا صافي يا خويا تماك حتى هي وهي معاناتها. ولكن واخا هادشي كله كانت فرحة كبيرة يا سي مصطفى، داكشي علاش توصلتك بغيت غير نشاركها معاك، كانت فرحة كبيرة انا غير ملي لقيتها. هادشي كله اخويا انا غير ملي لقيتها، ورا ملي لقيتها راه ما عرفتش، راه بقى لي نبقى وهزها وندور نقول واش هي هذي ونعاود نسولها ونتأكد ياك ما تكون شي وحدة أخرى، ياك ما تقول لي زيد تعاود لي عاد نقول راه هي هذي. تولي تقول لي ماما راه بلا ما تبقي تتأكدي راه باش كتعاود لي مسكينه وتعاود لي تعاود تسكت عاود لي تقول لي لا اجي نعاود لك دويتها ونسيت من ما ننسى نسيت. لا نسيت ما قلتلكش هذه ملي الله عطاني لهذاك وشتي هذاك ملي داني ها فين داوني وها باش كان تيضربوني وها باش كانت تضربني هذيك وها باش كانت تخلاني وها اللي كانت تخلاني وها لا ما درتش لواحد شي واحد شي حاجه ها فاش كانت تدير ليا وها العقاب ديالي ما داكشي داكشي راه في الحوز هذيك اللي دات اول داك سميتها في الحاجب السيدة اللي كانت عندها اللي داك المكان ديال الدعارة وداك الشيء قالت لك شدتني قالت لك وعلقتني محمد برجلي ودلاتني في بير بيت مدلية قالت لك بيت الصباح علاش؟ قالت لك قالت لي باش اللي جا عندك داك الشيء اللي طلب منا اللي طلب منك ديري صافي قالت لك اللي طلب مني شي حاجة فنديرها باش ما نتعلقش في البير البير باش ما نتعلقش قالت لك في البير والليل كامل واحد يبات معلق في البير قالت لك صافي قالت لك تنجلس بحال العبيد قالت لك الله يجعلها ما تدخل لك 30 واحد في النهار ماشي شغلك ما تهضريش هي دايره كرسي وجالسه واحد الباب دخل خرج دخل خرج صافي السلام عليكم ماشي مشكل قالت لك علاش ايوا تولى الانسان ركبوا المرض وسميتها والامراض ومخدرات وعالم ديال وقعت مسكين عالم عالم ما عندوش عالم لا 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 حدود له غير يعني غير القصور الكلوي اللي عندها راه تيبرهن على انه ولا سميتو عندها امراض مسكينه بزاف المشاكل مسكينه من مشيت راه في مشاكل كثيره والله حتى انتهت بلا سميتو والتصور غالي هذيك اللي ديرها شفتي يا سي مصطفى مشيت عرفتي مهرسه من 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 سميتو ديالها ومجبره عوج دابا اللي دعوجها ليا حيت مجبره عوج الله الله شي زعما وهذا اللي فيه تكرفيف وبدا بنتي تكرفف وديك الوقيته قالت لك في هذاك الحاجب غير العسكر اللي كاين كيش غير العسكر اللي كيش اللي كيرحم كيش قالت لك غير العسكر قالت لك عسكر يجي ما عندك شي ما عندك العجب تخافي منه وتخافي من سميتو وتخافي من الجبابي وتخافي من هذا وتخافي قالت لك من السيده اللي قالت لك بعدا هي هي تشكى شي كليان الا كاع تتشكى شي حد خاف كل شيء اخر ما يشكيش منك ما يتشكى منك حتى واحد طردي هنا وطردي هنا وطردي هنا هي قالت لك وفي الاخر تسخري وتجفي تفضلي والخروج ما كاينش تعرفي الزنقاش فيها الشمس ما تشوفهاش لا الشمس ما كايناش ما كاينش الشمس صافي دوك من دوك الناس اللي سميتو صافي خصك معروفه اصلا جايه موسع عليها الناس بان هذيك ما عندهاش اللي يسول فيها هذا ديال اللي بغيتي لا تابع لا متبوع جايه هذيك صافي من الاول من مراكش مصيفطه انا هي هذيك صافي وبقات مسكينه حتى داخل بدار وصافي والبرد دار فيها ما دار شوفوا لي مسكينه كلاويها مسكينه شوف لي الشوف مشي عليها هذيك الضربه قالت لك قالت لك فاش ضربني قالت لك الجبهه قالت لك الاضواء والاول اللي كيبانوا لي قدام من تما قالت لك عرفت تحضرت وقعت لي شي حاجه في العين لا 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 الثاني العيال الاخرى مشات ليها وكل مسكينه محروقه بدك سميتو في رجليها في يديها في الحريق هاك وكتلقى باش بموس باش محروقه منجل قالت لك واحد حط المن حتى داك المنجل باش يحفظو قالت لك حتى ولا احمر حطوا لي في رجليها هذاك الشيء
ماشي بحال الواحد اش نقول لك ما شاء الله وصافي ما اللي قدر الله تبقى مسكينه تبقى دوليه ويا شي اللي قدر عليا الله راه هادشي مكتوب ما عندش الواحد ما غاديش واخا تبقى مسكينه وتبقى ملي قلت لي راه تمشي للروضه قالت لي فرحات كنتي راه مشيتي للروضه وتمشي للروضه انا قالت لي انا من النهار خرجت قالت لي مابقيتش رجعت الله قالت لي فرحاتك ما طلبتش ما طلبتش منك تديها الدنيا ايوا يلا بس بدل داك التحالي لقيتها مريضه لقيتها ما شاء الله لقيتها مريضه بنتها بس امراض جنسيه وبزاف ديال المشاكل مسكينه والله تا امراض منقوله جنسيه مسكينه داتها ما بقات ديك مسكينه انا ما بقيتش نحس براسي واش انا بنادم واش مؤسف مسكين صعيب بزاف ماشي يا سي مصطفى داك الشيء تيقطع القلب تيقطع القلب وترجع ثاني ونفرح ونقول ما تيهمش انا غنبلي لقيتها ما تيهمش انا غنبلي لقيتها دابا في الصباح ملي تنفيق وتنلقى بحال هكا وخا تنفرح تنحس براسي بحال الحمد لله تنفيق هكا في الصباح وتنفيق هكا في الصباح ندير الفطور ونقول لك ما تنحس تنحس بواحد الفرحه ولات عندي لطفه غريبه تنحس بحال ما عرفتش بحال زعما رجعت للطفوله بحال دات عندي شي حاجه بحال سميتو وتلقى ولادي خالتي خالتي هاد ولدي مسكين تيتفاتي بو فيها خالتي 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 ما تنحس بحال شي حاجه دارتني شي حاجه ما كانت هي ناقصك في الاصل كانت ناقصك في الاصل انك كتشمي فيها ريحه الوالدين وقالت لك مسكينه راه ولدي انا ولدي ما عطاش طريدي الله الله فرصه ايوا ملي تولى لقيناه مسكين راه في الحبس الله الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى من بعد هاد السنوات هادشي الحمد لله مكتبوا لك في وليداتك الحمد لله خير كتجني الثمار ديال الترابي ديالهم ومن دون شك تهلي في اختك ربي غادي يعطيك افضل الدنيا والاخره ان شاء الله يا ربي الله يعين ايوا اخويا سمحوا لي المسلمين ماشي سهله لانه سنوات انت كتقلبي عليها ومن بعد هاد السنين كلها كنت عيطتي لنا وتواصلنا وكنا مأثرين بالقصة الواقعة انا والله العظيم فاش لقيتها والله سي مصطفى الا فكرت نشارك معاك هذه الفرحة وحق الله يفرحك الله يبشرك والله سي مصطفى الا بغيت نشارك معاك حتى من المستمعين مرحبا مرحبا نقول لهم مرة انا لقيت اختي نتمنى ان شاء الله وما يبقى حتى واحد من رحمة الله لا اله الا هو دا اللي تيسمعني في هذه الليلة نعم ومفروق على شي حد اه ولا ما شافش شي حد أه. ولا ولده ضايع ولا تيقول راه شوف الله سبحانه وتعالى كبير سبحان الله راه اللي داز عليا انا واختي راه اللي سمى يقول لك يستحيل تلاقي باختك ولكن لا يأس مع رحمه الله سبحانه وتعالى الانسان عمره ما يقنط من رحمه الله اللي تيسمعني ما يقنطش الانسان من رحمه الله راه العادة اللي داز عليا صدقني حنا هنا في البرنامج كنا كنذكروا بهذه القضيه وكنا كنقولوا يعني املنا في الله دائما يعني كان كبير حنا في الحقيقه باش لنا والحمد لله حنا هذا الشيء تعودناه مع بعضياتنا مع الناس ما يقنطش الانسان من رحمه الله والله سبحانه وتعالى كبير وراه اللي باقي عايش ومكتب الله بطبيعه الحال مكتب الله سبحانه وتعالى راه غيتلقى بهذا